موسم جديد من مغرب الخير، عزمونا خلاله أن نكمل المسيرة في طريق الخير. بعد عرض قصته في برنامج مغرب الخير قلوب الخير، كيفاجئوا الخدير أسرته وكيحققوا حلم كبير من أحلامهم. بكي وفرح بجوج، دموع الفرح، أجواء احتفالية ولحظات أخرى صدها فريق عمل البرنامج من بعد ما تلقات الأسرة مفاجأة. فضل ديالكم ديال مغرب الخير البرنامج وديال المحسنين اللي تعاطفوا معنا بزاف. أسرة من نواحي سطات كتعيش ظروف صحية ومعيشية مأساوية، أفرادها كيزحفوا على الأرض. انت بسم الله كنت عدد بالإضافة لحالة الأم المدمية للقلب. شوية تلبس الكحلو البيض. معاناة كبيرة كتعيشها غزلان بعد إصابتها بمرض سرطان. والدها كيناشد المسؤولين والمحسنين لمساعدة غزلان وتوفير تكاليف العلاج. ما عنديش، إلا كيشوفوا في قلوبهم الرحمة يشوفوا لي في هذه الحالة ديال هذا البنت. مغرب الخير الأربعاء على الساعة 9 مساءً.